الجوية. موبيليس أينما كنتم. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات في البلود اللامعات الخافقات والجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. مشاهدينا أهلا بكم إلى توقعات أحوال طقس اليوم الأحد بحول الله خلال الأمسية. وضعيتنا نهار اليوم راح نسجلوا أجواء صافية مع ارتفاع محسوس في درجة الحرارة بالأخص بالنسبة للمناطق الشمالية. باقي ولايات الوطن نحن نعرف فيها أجواء صافية ومستقرة. وضعيتنا خلال الأمسية بحول الله راح نسجلوا سحب عابرة بالنسبة للمدن الداخلية، راح تكون بدون فاعلية. نفس السحب هذه راح تتمركز كذلك بالنسبة لمناطق الجهة الجنوبية الغربية. باقي ولايات الوطن على العموم بالنسبة للشريط الساحلي التحاقا بوسط الصحراء امتدادا للمدن الجنوبية الأجواء فيها راح تبقى صافية ومستقرة. للملحة وصيد البحر بحول الله، البحر راه مضطرب، سرعة رياح فيه راهي من 20 تلحق حتى 30 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. درجة الحرارة اللي سجلناهم خلال الأمسية راح نسجل كدرجة صغيرة 27 درجة بالجزائر العاصمة، كذلك بولاية بجاية. فيما يخص درجتنا الكبيرة كمان راح تلحق 49 درجة مشاهدينا تحت الظل بالنسبة لولاية الدار. باقي ولاية الوطن 45 راح تكون بولاية بشرى، 42 راح تكون بغداية، 36 بالجرفة، و30 درجة كانت بالغرب الجزائري بمستغانم. هادو كانوا درجات الحرارة مع العشية. إن شاء الله غروب يوم الأحد بحول الله مشاهدينا راح يكون على 8:10. لمزيد من المعلومات زوروا عبر موقعنا على الفيسبوك أو عبر الويب. بهذا لحقنا ختام شرطنا الجوية عن نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم مشاهدينا تبقى الجزائر إن شاء الله حرة ومستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. في أمان الله. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.